عندي سؤال، بما ان احنا بنات فبسألت سؤال، مريتي بفترة ضيق او اكتئاب في حياتك وشون قدرتي تتجاوزينها؟ ومتى كانت هالفترة؟ وفاة عبد الله اخوي الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. شوفي، يمكن انا قبل كم يوم كان عندي لقاء بمارينا صح، وتكلمت بهالموضوع ان صدق وفاة عبد الله اخوي اثر فيني وايد وايد، اثر فيني لسبب ان انا يعني عبد الله اخوي 5 سنين ما كلمني علشان كنت بالوسط. اوكي. ما كان رافض، كان خايف، يقول لي انا ما اخاف يعني منك، انا عرفك عدل، لان انا وياك كنا ربع 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 وايد. يعني انت تتخيلين ان ربع عبد الله اخوي ربعي، كثر ما احنا وايد مع بعض، كنا نلعب مع بعض 24 ساعه مع بعض. حتى لما تزوجت كان عندي بالبيت، ينام عندي بالبيت، فعلاقتنا وايد كانت اكثر من اخو واخت. زعل مني ليش دخلت، وكان هذا قراري انا، يعني ما عليه، انت اخوي واحبك واموت عليك، بس ما يصير توقف في طريقي، ما يصير توقف بطريق مستقبلي، شيء انا رسمته حق نفسي. وانت تعرفني، الانسانه اول بنت يدانا لو تحطينها بين 10 ريايل راح تكون قدع وريال صح، ولو تحطينها بغرفه اذا ما تبي تكون زينه ما تكون زينه. ما له شغل الوسط، ما له شغل المحيط اللي انت فيه، انت شنو؟ صحيح. تربيتك شنو؟ فهذا كان مزعله، ان ما ابي التمثيل، ما تبي خلاص، زعل مني، طقني. وايد انطقيت منه، بس لما انطقني عانت زياده. يعني تعرفتي للعنف من عبد الله الله يرحمه. إيه حبيبي، عسى ايده ما تمسها النار يا رب العالمين. يا رب العالمين. سامحته طبعا. لانك تعرضتي للضرب. صالح شلون تقول هالجمله اصلا؟ لانك تعرضتي للضرب والعنف. والله العظيم لو كان دايسني دوس. هذا اخو، يظل اخو. الحمد لله انه قبل لا يتوفى الله يرحمه كلمني. وما كان زعلان كثر ما انه كان ماخذ وايد بخاطره علي. بس للاسف يعني لما رحت. الله يرحمه اكبر منك بالعمر؟ لا، اصغر مني 3 سنين. لما وصلت لندن ما مداني اني الله يرحمه، يعني اسمع منه كلمه ان انا نعم مسامحك، بس الله يرحمه تجاوزت. الحمد لله انا وايد قويه، الحمد لله اتجاوز المشاكل. عندي المشكله حدها 2-3 وتروح وخلاص. عبد الله اوكي، قعدت يمكن 3-4 شهور انا تعبانه نفسيا، بس ما كنت ابين هالشيء. تجاوزتي؟ تجاوزتها والحمد لله، وخلاص هذه الدنيا دانا. صحيح.